بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ شرح الجزء الثاني في شابتر 9 في سيكشن 2 اللي هو الكوست استيميتنج. النهاردة هنتكلم على طريقة الكاباسيتي فاكتور ميثود في الكونسبشوال استيميتنج، ومش هنشرح حاجة تانية معاها النهاردة، بحيث ان المعلومة توصل يعني كل استفاد منها نفهم الموضوع اكتر. هنتكلم النهاردة زي ما قلنا على كاباسيتي فاكتور ميثود، بس هندي نبذة عنها كده، امتى ابتدت وكده، ومين اللي بدأ، مين اللي طبق الطريقة دي الأول. الطريقة دي ظهرت سنة 1947، وطبقها شخص اسمه روجر ويليامز، كان بيستخدمها في حساب تكلفة المعدات والآلات اللي بتستخدم في المصانع. لكن سنة 1950 في واحد اسمه تشيلتون وسع مفهوم تطبيق الطريقة دي، وبدأ يستخدمها في حساب تكلفة المصانع اللي مستخدمة في الكيميكال بلانتس. وبعد كده تم استخدامها في الأنواع الأخرى من الصناعات، زي مثلا اللي هي الباور بلانتس والأويل بلانتس. الطريقة دي بتعتمد على حساب تكلفة إنشاء مصنع جديد أو فاسيليتي جديد مشابه لمصنع آخر تم إنشاؤه له نفس المواصفات، ولكن الاختلاف بيكون في الكباسيتي أو الطاقة الاتجاهية للمصنع. يعني بيكون عندي مصنع انا عملته مثلا من سنتين، ومعروف الطاقة الاستيعابية بتاعته، ومعروف تكلفته كام. في الحالة دي انا عايز اعمل نفس المصنع، لكن الكباسيتي بتختلف، الطاقة الانتاجية بتختلف عن اللي اتعمل قبل كده. ففي معادلة بنستخدمها عشان نطلع الكباسيتي او الكوست بتاع تكلفة المنشأ الجديد او المصنع. المعادلة اللي قدامنا هنا دي تكلفة المصنع اللي هو الجديد، ده تكلفة المصنع الجديد اللي انا عايز احسبه، وده اللي هو موجود عندي بالفعل، والكباسيتي دي برضو موجودة عندي، والكباسيتي موجودة عندي. لكن المعادلة هنا الكباسيتي على الكباسيتي، كباسيتي بي على الكباسيتي اي، هنا مرفوع الاكسبوننت اي. الاي ده جه منين؟ لما عملوا دراسات وابحاث ورسموا علاقه ما بين التكلفه وما بين الكباستي، لقوا ان العلاقه علاقه غير خطيه، ولوحظ ان العلاقه علاقه لوغاريتميه، عامله ده اللوغاريتميه بالطريقه دي كده، ده الاكس وده الواي، فده علاقه لوغاريتميه. فالاي هنا هي عباره عن ميل او الميل ما بين نقطتين هنا على الكيرف، الميل ما بين نقطتين على الكيرف ده. طيب الاي ده الاي بعد حسابات وبعد دراسات لقوا ان الاي بتقع ما بين 0.5 و 0.85. لكن امتى استخدم 0.5 وامتى استخدم 0.85؟ ده بيعتمد على حسب نوع الفاسيليتي او نوع البلانت، المصنع اللي هيتم انشاؤه، على حسب النوع او حسب هو المصنع ده بينتج طاقه كهربائيه، هل بينتج مثلا منتجات بترولية، هل بنت مواد كيميائية. فكل مصنع له اكسبوننت مختلف او برقم مختلف. بعد تطبيق المعادلات دي او المعادلة دي لاحظوا شوية حاجات. لاحظوا ان لو الاي اقل من واحد وزودنا الكباسيتي نسبة مثلا 20%، لقوا ان الكوست بيزيد اقل من 20%. حاجة تانية مهمة لازم ناخد بالنا منها، الكباسيتي فاكتور ميثود بتسمى ايضا سكيل اوف اوبريشنز او بتسمى سيكنت فاكتور، عشان دايما بيستخدموا البوينت 6 في حاله لو هم مش عندهم المعلومات عن الاكسبوننت اي فبيحطوها بوينت 6. طيب هم ليه حطوها بوينت اكس؟ ليه هم يعني ركزوا على الرقم ده بالذات؟ الرقم ده في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها برضو، اللي هي الاكسبوننت اي. الاكسبوننت اي لو وصل قيمته لواحد من الافضل انك ما تعملش المصنع ده، الافضل انك تعمل مصنعين يكون مجموع الكباستي بتاعتهم هي نفس الكباستي اللي انت محتاجها. ده هيكون مور ايكونوميك، يعني اكثر اقتصادا من انت لو عملت مصنع واحد، لان هنا العلاقه اصبحت خطيه وليست علاقه لوغاريتميه. يعني هنا مثلا لو ايه هنا بواحد خلاص، يبقى هنا ما عادش له لازمه خلاص يعني، فهيبقى البي على الاي بيساوي، هتبقى نسبه وتناسب. فكل ما تزيد الكباستي
كل ما تزيد الكوست. فالافضل ان انت تعمل مصنعين عشان تفضل خاصيه اسمها او حاجه اسمها سكيل اوف ايكونومي. سكيل اوف ايكونومي معناه ايه؟ كل ما تزود الكباستي كل ما التكلفه تزيد بنسبه بسيطه، يبقى انت كده حققت السكيل اوف ايكونومي. اما لو انت عملت الاي بواحد هنا خلاص السكيل اوف ايكونومي لم يعد يتحقق في هذا الموضوع. والافضل ان انت تعمل مصنعين بدل مصنع واحد. نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها، هم ليه سموها 16th factor؟ سموها 16th factor عشان الرقم ده لقوه ان هو بيحقق المتطلبات اكتر. بمعنى يعني مثلا لو انا عندي الهيستوريكال ريكوردز رسمت علاقات بيانيه وحسبت ان الاي 0.7 مثلا، طيب ايه التاثير لو انا اخدت 0.7 لو انا اخدت 0.6 بدل 0.7؟ الاكتوال اي كانت 0.7 انما انا عملت اسيومد للاي 0.6. لو شفنا هنا لو احنا خلينا ان الكباستي الجديده 3 مرات الكباستي الاولانيه و عوضنا في المعادله دي نشوف ايه الفرق لو انا اخدت 0.7 و0.6، فنطرح 3.7 ناقص 3 دي يعني الكباستي الجديده كانت الاول واحد بقى زودناها 3 مرات يعني، ف 3.7 ماينس 3.6 على 3.6 لو انها بتزيد بقيمه 12% بس. ف 12% لما انت وانت شغال في الكونسبشوال استيميتنج يعني مقبوله. في نفس الوقت لو انت اخذت لو كان عندك الاكتوال 0.8 دي الاكتوال اي 0.8 وهنا ده اللي انت افترضته اسيومد، فلو طرحت ده من ده وقسمته على 3 اكس واي اكس 0.8 هيدينا ان اقل بنسبه 10%. طيب انا احسب الاي ازاي؟ يعني انا دلوقتي لما يكون عندي المعادله، نرجع تاني على المعادله دي، المعادله قدامي انا دلوقتي عندي الكباستي البي الجديده اللي انا محتاج احسب تكلفتها هي عندي، وعندي الكباستي بتاعت المصنع القديم عندي، وعندي التكلفه بتاعت المصنع A اللي تم انشاؤه سابقا هي عندي. انا مطلوب مني كده عندي مجهولين، المجهول A والمجهول B. طيب انا اعرف ازاي هم حسبوا الاي دي، ازاي حسبوا او حصلوا على القيمه دي الاي ازاي؟ تعال ناخد مثال دلوقتي. المثال اللي قدامنا ده بيوضح لنا ده اسمه باور بلانت، محطه توليد طاقه. هنا موجود عندي النت كاباستي ميجا وات من 32.9 لحد 1140 ميجا وات، وهنا التوتال كوست بتاع كل مصنع ده التوتال كوست كله من 32 لحد 1140. طيب انا دلوقتي عايز اعرفكم دلوقتي ان في العلاقه اللوغاريتميه جت ازاي. اول حاجه انا بعمل ايه؟ بعمل كوست بير نت كاباسيتي. كوست بير نت كاباسيتي بجيبه ازاي؟ كوست بير نت كاباسيتي بقسم التوتال كوست على النت كاباسيتي بيدينا الرقم ده، تمام. وبعد كده برسم علاقه ما بين النت كاباسيتي وما بين الكوست بير نت كاباسيتي اللي هو ده بين الاخضر وبين الاصفر. فاداني النقط دي كلها وبعدين رسمت تريند لاين، فده اتضح ليا ان هنا العلاقه لوغاريتميه ما بين النت كاباستي وبين النت كاباستي. طيب انا دلوقتي رسمت العلاقه، انا اعرف ازاي اجيب الاي؟ انا القصه دي كلها عشان اعرف اجيب الاي اللي هو الميل على المنحنى ده. طبعا لو رجعنا تاني هنا ده قانون الميل او قانون اي. قانون اي بيساوي ناتشرال لوج كاباستي بي على كاباستي اي على ناتشرال لوج كوست بي على كوست اي. اذا الاي هنا علاقه ما بين
اجيب اللوغاريتم للكباستي واجيب اللوغاريتم للكوست، وبعدين ارسم علاقه خطيه ما بينهم واقدر اجيب الميل من العلاقه الخطيه دي. طيب فانا هعمل هنا تاني، انا هجيب الناتشرال لوج للنت كاباستي، هنا دي المعادله بتاعته ln وده النت كاباستي، واجيب برضو الناتشرال لوج للتوتال كوست هنا هيديني الرقم ده، وبعدين اجيب لحد الاخر هنا اجيب كل الارقام اللي موجوده عندي، وبعدين ارسم علاقه ما بين النت كاباستي الناتشرال لوج والتوتال كوست ناتشرال لوج. اتضح ان العلاقه هنا علاقه خطيه. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الميل او اجيب الاي، فالاي هنا بتيجي عن طريق الريجريشن اناليسز للترند لاين ده، وبعدين هنا الاي هو عباره عن معامل اكس، الاي هنا ميل الخط المستقيم هو معامل اكس اللي هو 0.82. اذا الاي بتاعت المصنع ده اللي هو اللي بيصنع الطاقه الكهربائيه او محطه الطاقه الكهربائيه ده الاي بتاعته 0.82. فلما اجي احسب تكلفه انشاء مصنع جديد مشابه لمصنع سابق اخر على طول اعوض عن الاي ب 0.8. في حاجه ثانيه برضه اجيب منها السلوب، بس بعمل هنا الفانكشن دي او المعادله دي يساوي سلوب، وبعدين احط الواي هنا اعتبر ان ده الواي، ان ده التوتال كوست هنا على محور واي، وبعدين كوما، وبعدين احط اعمل اضغط على النت كاباستي ناتشرال لوج اللي هي في اكس، بيديك على طول اللي هو السلوب 0.82 اللي هو هنا بالظبط اللي هو 0.826. اذا كده احنا عرفنا ازاي هما كانوا بيجيبوا الاي. الاي بتيجي عن طريق هيستوريكال ريكوردز موجوده عندك، وبتقدر ترسم علاقه لوغاريتميه ما بين الكوست بير نت كاباستي والنت كاباستي، وبعد كده تجيب اللوغاريتم او اللوغاريتم الطبيعي للنت كاباستي مع اللوغاريتم للتوتال كوست، وفي الحاله دي تقدر تجيب منها الاي. طيب لو لاحظنا هنا ان الار سكوير يساوي 0.99، وده بيدل على ان العلاقه ما بين النت كاباستي وبين التوتال كوست علاقه قويه جدا، يعني النت كاباستي بتؤثر بنسبه 99% من توتال كوست، وده اللي بيوضحه الار سكوير. الار سكوير ده اسمه كورليشن فاكتور، وده مهم جدا في عمليه الريجريشن اناليسيس، واللي هيفهم الموضوع ده او هيطبقه هيفهم يعني ايه بارامتريك استيميتنج. بارامتريك استيميتنج عباره عن زي ما قلنا قبل كده ان هي بتجيب التكلفه تشوف ايه الفاريبلز اللي بتاثر على التكلفه، وترسم علاقه ما بين الكوست وما بين الفاريبلز دي عشان تقدر تحصل على معادله تقدر تحسب منها اي حاجه بعد كده، وده ان شاء الله اللي نعرفه في الفيديو اللي هنشرح فيه البارامتر استيميت. كده احنا عرفنا الاي جابوها ازاي. طيب عايزين ناخد مثال على موضوع الكباستي فاكتور ميثود. في الاكزامبل اللي قدامنا احنا عايزين نحسب تكلفه مصنع الكباستي بتاعته 100,000 بي بي ال بير داي، والبي بي ال ده وحده حجوم تساوي تقريبا 159 لتر. المثال اللي قدامنا عايزين نحسب التكلفه بتاعت مصنع عايزه الكباست بتاعته او ينتج لي في اليوم 100,000 بي بي ال بير داي، والبي بي ال هنا وحده حجوم تساوي تقريبا 159 لتر من الهيدروجين بروكسيد يونت. الهيدروجين بروكسيد ده منتج كيميائي بيستخدم في علاج تطهير الجروح، وبيستخدم في مواد التجميل. تو بي بيلت ان فيلادلفيا اند كومبليتد ان 2004. دلوقتي هو عايزين نحسب تكلفه المصنع ده اللي بينتج 100,000 بي بي ال بير داي، و هيتم انشاؤه سنة 2004. طيب دلوقتي ده هنعتبر ان ده هو البي اللي هو ده اللي انا عايز اجيب التكلفة بتاعته. طيب الكباستي بتاعته دي الكباستي بتاعته دي
خلاص كده يبقى الكباسيتي بتاعته 100,000. فين بقى اللي هنقارن بيه؟ ده وي هاف ريسنتلي كومبليتد، تم انشاء مصنع بينتج 150,000 بي بي ال بير داي، بس فين؟ في ماليزيا، وبتكلفه نهائيه مقدارها 50 مليون، تم انشاؤه سنه 2002. طيب وهنا our recent history shows capacity factor of 0.75، يبقى الاي هنا 0.75. فعشان احسب التكلفه بتاعه بي بجيب الكباسيتي اللي هي 100، كباسيتي بي اللي هي عايز المصنع الجديد على المصنع القديم اللي هو 100 على 150 باور 0.75، واضربه في ال 50 اللي هو A، هيدينا 36.89 مليون دولار. طيب الحقيقه مش هو ده التكلفه الدقيقه. لو نلاحظ هنا انك انشات المصنع ده سنه 2002 وانت عايز تنشئ المصنع الجديد سنه 2004، طبعا في اختلاف كبير جدا من 2002 ل 2004، حصل في تضخم في الاسعار، حصل في زياده في الاسعار، غير ان في حاجه اسمها اللوكيشن او تايم. دلوقتي ده تم انشئه في ماليزيا وده عايزين ننشئه في امريكا، فالتايم بيختلف، اللوكيشن بيختلف. هل الاسعار هنا في ماليزيا نفس الاسعار اللي موجوده في امريكا؟ اكيد في اختلاف. هل في حصل تضخم في الاسعار في الوقت ده من سنه 2002 ل 2004؟ اكيد حصل تضخم. هل في سكوب معين موجود في المصنع اللي اتعمل في ماليزيا انا مش عايز اعمله في امريكا؟ اكيد هغير في السكوب. فطبعا لازم نعمل حاجه اسمها نورماليزيشن، ونعمل حاجه اسمها اسكليشن للتكلفه دي، وده اللي هنشوفه في السلايد اللي جاي. في خطوات كده لازم تاخد بالك منها اللي انا قلت عليها من شويه. اول حاجه ان احنا نحذف تكاليف اي حاجه انا مش عايزها كانت موجوده في المصنع الاولاني وانا مش محتاج في المصنع الجديد بتاعي، فعايز اشيل قيمه الفلوس دي عشان ما تزودش السعر عليا او التكلفه عليا. فهنا لو افترضنا ان هو هيخصم البايلنج ويخصم التانكج والاونر كوست، دول تكلفتهم 10 مليون دولار. فهنطرح ال 50 ناقص ال 10، ال 50 ده اللي هو ايه؟ تكلفة المصنع اللي اتعمل في ماليزيا. بطرح منه ال 10 مليون دولار اللي هو اللي انا مش عايز الحاجات دي اصلا مش هعملها عندي في المصنع، تكلفتها 10 مليون دولار بقت 40 مليون دولار. طيب كده خلصنا موضوع ال deduct cost from the known base case that are not applicable in the new plant being estimated. يعني انا شلت الحاجات اللي انا مش محتاجها اللي كانت موجوده في المصنع القديم وانا مش محتاج اعملها في المصنع الجديد. طيب بقى عندي 40 مليون دولار. طيب في حاجه تانية ان احنا نعمل adjustment لللوكيشن والاسكليشن. بمعنى انا دلوقتي في ماليزيا، هل تكلفه المواد او المواد الخام او المعدات اللي موجوده في المصنع ده في ماليزيا هل هي بنفس السعر اللي موجود عندي ولا لا في سنه 2002؟ لا، اكيد في اختلاف، ممكن تكون الماتيريال هناك ارخص من اللي عندك، وده بالفعل اللي حصل. فهنا عمل ادجستمنت للوكيشن، ضربوا في 1.25، هو لقوا ان التكلفه هناك لازم تضرب في 1.25 عشان التكلفه عندنا اعلى او الماتيريال عندنا اغلى من اللي موجوده في ماليزيا. طيب بعد كده بعمل حاجه اسمها اسكليت تو 2002. يعني ايه اسكليت او اسكليشن؟ الاسكليشن زي ما قلنا قبل كده في حاجه اسمها كوست اندسز. الكوست اندسز ده هي عباره عن معاملات بنجيبها او مؤشرات بتدينا انطباع عن معدل التضخم او التحرك في الاسعار من سنه الى اخرى. فكل سنه بيبقى ليها حاجه اسمها كوست اندكس او كوست اندسز. في الحاله دي الرقم ده جه منين بقى؟ ال 1.06. ال 1.06 ده جاء من قسم كوست، الكوست اندكس 2.4 على الكوست اندكس
ل 2002، وده بيسمى بنستخدمه في الاسكيليشن. طيب ضرب هنا ال50 مليون دولار ضربها في 1.06 اداني 53 مليون دولار. طيب هنا خلاص تمام كده، يبقى انا كده اقدر اطبق المعادله. في الحاله دي انا عملت ادجستمنت للوكيشن، وعملت ادجستمنت وعملت اسكيليشن، وعملت شلت الحاجات اللي كانت موجوده في المصنع الاولاني وانا مش عايزها في المصنع بتاعي. خلاص كده يبقى انا اقدر اطبق المعادله. هطبق المعادله، اتضح ليا ان تكلفه المصنع الجديد 39 مليون دولار. طيب اخر حاجه، لو انت في عندك حاجات عايز تضيفها، مثلا في مثلا عندك requirements او مطالب حكوميه، او انت هتدفع مثلا taxes او الحاجات دي كلها بتضيفها، هنا زود 5 مليون دولار على حاجه اسمها ال pollution requirements، زودها على 39، بقت تكلفه المصنع الجديد 44 مليون دولار. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشرح فيه ال equipment factor method والبارامتر استيميتنج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.